جديد على زفات الجمال. للطلب والاستفسار 055 787 22 3 4. إن المحال ننظر شروق الشمس في ليل ومساء، ما هو خيال هذا الجمال، نسل مسالونا بضيح للنساء، غير مفاهيم العقول يوم كبرت صرنا نقول ألف الصلاة والسلام على الرسول. كلن يصلي عنه بالهادي الأمين، سمي عليها يا عيون الحاضرين، من كل نظرة تبتسم في كل عين، ونشرفت كلن يصلي تقبل علينا وقدامها ظل انت واضع للتراب، مثل المطر تمشي وقلب الارض ذاب، خطواتها غيم وهتانا لجين على زفات الجمال. للطلب والاستفسار 055 787 22 3 4. تسمن قلوب حتى مرايا الحزن لا يمكن تشوف، مثل الحالة هذا ومثل الزين زين ذرة حلا ذرة غلا ذرة وصوف بتفرده لو باسمها تسمن ألوف حتى مرايا الحزن لا يمكن تشوف مثل الحلا هذا ومثل الزين زين بنت الكرام ونالها أغلى الرجال به سمات كل الخصال قلب السخاء والطيب يضرب به مثال وانشرفت ومن خارج المملكة 00966 55 787 2234. شرفت ليل السعاد منك يا صبو وعنك الهدي الهدي صلوا صلوا يا الحاضرين صلوا صلوا يا الحاضرين صلوا على النبي محمد صلوا صلوا يا الحاضرين صلوا صلوا يا الحاضرين صلوا على أغلى الرجال ويستحق أحلى البنات والطيبين بطيبهم للطيبات من أصل واحد في السمو وفي السمات مثل الحلا هذا ومثل الزين زين أغلى الرجال للطلب والاستفسار 055 787 2234. الطيبات من أصل واحد في السمو وفي السمات مثل الحلا هذا ومثل الزين زين هالدار غنت في فرح أوفى القلوب قلبين دايم في محب ندوب والدعوة اللي تنتثر من كل صوب يلا عساهم في هنا كل السنين عليها يا عيون الحاضرين من كل نظرة تبتسم في كل عين وانشرفت ومن خارج المملكة 00966 55 787 2234. سمي عليها يا عيون الحاضرين من كل نظرة رضي عنا بالهادي الأمين، تقبل علينا وقدامها ظل انت واضع للتراب، مثل المطر تمشي وقلب الأرض ذاب، خطواتها غيم وهتانا لو جينا جميل. على زحات الجمال للطلب والاستفسار 055 787 223 4